بنروح بس نطمن على عشانا تعرف رحلته ملعبك عاد نشوف امرقت ولا ما امرقت لا بد من هات امرق ان شاء الله بس نطمن عليه شوي بعدين نروح نكمل الجزء الاخير الولد الصالح هو في البرد العشاء بس يقولون انك نحفت وانك قصيت أيوه معي لا ما قصيت كفيت ذي بس بس ومستمر مستمر يعني ما عاد باكلك الاول لا لاني نقلت من بيتنا القديم يا ابوك كيف نقلت من بيتنا من جسمي الاول نقلت اللي ينقل من بيته القديم ما يرجع الا هو اذا خبل طيب تعال تعال بنستخدم مواهبك في الطبخ ابو فواز شو بغيت تطيحني قال لنا نشوف الشباب الله يعطيكم العافيه كيفك يوسف شو الاخبار كيف عشانه ترى طبعا احنا مسوينها ببساطه على طبيعه على البر ما شاء الله تبارك الله امرقت ولا بعد عندك مغرفة نذوق المغرفة لا هذا ايش رايك خلاص استوى طمنت على لا روح وانا بجلس هنا لا 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 والله ما خليك وعرضوا باسمك وسألوني فقلت